ينضم إلينا من بروكسل مراسل الغد سلام كيالي. سلام، أجندة وزراء الخارجية ربما تظهر بالعديد من الملفات وأيضا القضايا لمناقشتها، العقوبات على روسيا وكذا إيران وأيضا الدعم لأوكرانيا وغيرها، لو تحدثنا عن المزيد. نعم، الملفات تتشعب فعلا شروق. الملف الأهم هو ملف روسيا وأوكرانيا على وجه التحديد. هنالك حديث عن تنقيح أو مناقشات لحزمة العقوبات التي كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحتها في الأسبوع الماضي، وبالتالي اليوم سيتم مناقشة هذه العقوبات. ما هي الأشخاص، ما هي الكيانات الروسية، وأيضا ما هي العقوبات التي ستفرض، ما إن كانت الدول الأعضاء ستتوافق على الحزمة التي اقترحها جوزيف بوريل الأسبوع الماضي، أنه سيكون هنالك تعديلات. توقع بوريل إن لم يكن اليوم القرار الأساسي أو الأخير بشأن هذه العقوبات، فإنه إما يوم غد أو حتى في القمة الأوروبية التي ستعقد في 15 بعد ثلاثة أيام من اليوم، وبالتالي يكون هنالك حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا. أوكرانيا، المساعدات المالية التي ستخصص للبعثة العسكرية الأوروبية التي تدرب القوات الأوكرانية في بولندا، في ألمانيا وفي دول أوروبية أخرى، ما هي المساعدات الإضافية التي تحتاجها هذه البعثة؟ وبالتالي سيكون هنالك أيضا حديث عن مزيد من الدعم الاقتصادي. منذ يومين فقد أقرت المفوضية الأوروبية 18 مليار يورو لأوكرانيا. أيضا العقوبات على إيران، هنالك 7 كيانات و40 شخصا كانوا قد فرضت عليهم عقوبات ما بين 14 أكتوبر و20 نوفمبر الماضي. اليوم هنالك حديث عن توسيع هذه العقوبات لتشمل أشخاصا وكيانات وربما أيضا قطاعات اقتصادية أكثر، على خلفية تزويد روسيا بالمعدات العسكرية، الطائرات المسيرة، أو حتى حديث عن صواريخ ربما طلبتها روسيا من إيران، وأيضا الحديث عن الأوضاع الإنسانية، بالإضافة إلى الحديث عن تونس والانتخابات البرلمانية المقبلة. طيب، وبالإضافة أيضا إلى الحديث عن مولدوفا، تأثرها بالحرب على أوكرانيا وغيرها شروق. أيضا ما هو مهم على جدول اجتماعات اليوم سلام، بالتحديد عن الشراكة الشرقية مع 3 دول من شرق أوروبا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مهم سيتم العمل عليه اليوم؟ نعم، 6 دول تجتمع الآن، بدأ الاجتماع الآن عمليا مع 6 دول من الدول ذات الشراكة الشرقية مع دول الاتحاد الأوروبي. ثلاث من هذه الدول عمليا هي مولدوفا، جورجيا، وأوكرانيا، مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي. جورجيا بطبيعة الحال عليها أن تقوم ببعض الإصلاحات الإضافية بحسب توصية المفوضية الأوروبية، وبالتالي تتخذ أو تحصل على مرشح عضو كما جرى مع مولدوفا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الحديث عن أذربيجان وأرمينيا ومدى إمكانية إقامة علاقات اقتصادية وسياسية معهم. لا ننسى أنه الأسبوع الماضي على سبيل المثال كان هنالك اجتماع مع دول غرب البلقان. الاتحاد الأوروبي يحاول من خلال هذه الاجتماعات مع دول غرب البلقان، مع الشراكة الشرق أوروبية، بأن لا يكون هنالك نفوذ لروسيا. يخشى الاتحاد الأوروبي من أنه في حال لم يكن هنالك تعاون اقتصادي أو محاولات لضم هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي بشكل سريع، فإن هذه الدول قد تتوجه إلى روسيا. وبالتالي اليوم الحديث عن دعم هذه الدول، صار انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي، الإصلاحات التي يجب أن تقوم بها. هذا الاجتماع بطبيعة الحال يسبق اجتماع وزراء الخارجية الذي من المفترض أن يبدأ على الساعة 1 أو الساعة 2 بتوقيت القاهرة. شكرا جزيلا لك من بروكسل مراسل الغد سلام كيالي.